على مالك على مالك على مالك بعد عني بعد عني حرك لي شو دا دا يلا يلا دا ديك ترجع لحالها زحل الصابونه وعم ترغي شوف الرغي عم ينزل بعد بعد عني يلا يلا شفت كيف صبت العس عليها ابو نجيب إيه؟ انا قبل شهرين ثلاثه ما بحسن بشتغل ها سيدي يعني قبل ما تنكسر رجلك كنت تشتغل اللي بسمعك بيقول الشغل مقتل بعضه اخ يا ابو نجيب اخ ابو نجيب إيه؟ تعال لا افتح افتح معي افتح افتح معي ابو نجيب إيه؟ قبل كنت كل 10 ايام اشتغل لي شغله طالع لي 500 ليره اما هلا حصلتي شكرا كثير يا سيدي وهلا بيمشي حالك يا بديع تفاءلوا بالخير تجدوه يعطيك العافيه يا سيدي يا سيدي هلا اقتنعت انه الشرطه في خدمه الشعب يا سيدي يا معلم قبل ما لك عندي شو بيصير لحقت الثاني حركتني انت ماشي على بيت شو عملت استعجل لك شوي الله يعين نسوانك عليك صاير لك شهر وليش يعني وليش هيك الله يعطيكم العافية يا شباب الله يعافيك ما في غير بتوعد دوما تشعل صباطك تعبك بعد لي شوي بعد يعني بقول لك إذا الصباط عم يطلع من رجلي يعني يمشي حالي يعني روح روح أيوه منيح هيك منيح فاضش مالك شوي ها شو السر هذا؟ عرمانك عرمانك شو الاستفادة هي؟ سوء على مهلك حاجه تشطيب انا ما عم تشطيب بس الطريق كله مطبات وحفر يبطل المطب انزل بحفره هلا لا تحط لي حجه ان مطبات والحفار صلاتك متهوي يا سيدي مو هوا من صوتك في يعني في على هالزمن عم يخلي واحد مثل هني يتحكم فينا انت عليك انا الحق علي سحبتك من المستشفى هو بيتك يا هاني تعال وين رايح انا رايح على البيت فوتني لجوا ما بدي فوتك بدي اخلي الشمس تحرقك حرق هون انا هاني مو حي الله يخرب بيتك يا لا 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 خير خير ابو طمزه شو صاير لك هذا المسروع تركني ومشي بالظاهر حكيت لك معه شي كلمه ام حريت ما قلت له شي قلت له تفو هلا حكى ولا ما حكى هذا رجال عطيله ما بيجوز نحاسبه على كلامه تعال حطك بالعربه يلا تعالوا شيلوا معه تعالوا ساعدوني على مالك شوي شوي يا حسن تعليك يا ابو تمزي وين بتريد فوتك؟ فوتي عروبة يا رب الشرطة في خدمة الشعب ولو يا مدام بورا اقل من هون على قامتي انتي قومي بالسلامه وقلك مني صفط راحه لا تقدو ماني ما راح نصفط لك ما حيث انا علي يا انا مهلك اخ وقت بدنا جوني اخ شو بدي ادفع لا ادفع اضرب اضرب كلكم وعيونكم شلون صاروا بهاللون انا ما عم شوف انا دخلت انا ما عم شوف انا عم شوف اسلموني خلونا عدو ما عم شوف سلام ان شاء الله منيح اني ما كنت محن يا صغري ايه منيح الله يسلم لي اياك لبنتي ودرايتها الله يسلمك شو بتحكي فيفو فيفو هذا وصلت ليش ما كنتي معها بلا بس تعطلت تاكسي فينا قام الشوفير حملها واجا فيها لهون وينها ليش ما اجيتي معه قال لي اضطري للتاكسي وانت كيف اجيتي اخذت تاكسي ثاني بس رايح وجاي قاعد عم يتهركش فيني الله اعلم شو فكروني وبتعرفي وين ضلت التاكسي طبعا اخذتي رقمها لا امشي قدامي دليني وانت امشي لنشوف يلا يلا عمي ابو نجيب يلا يوفقكم انتوا البيت ما بيجي من وين من كذا بس على الراس نحن لايفين عم ندور وزيزون وزيزونه هون اخ ضهري رجعوني على المستشفى تقتلوا هو والشوفير شو انا مالي شغله غيركم ظهرك على شعره رح ينكسر وحوضك لتشقف ولساتك عم تخاني كان حاطنا بين ايديه وشحطها الله لا يعطي العافيه
يا شفي في مليون حل غير الخناق. طلق. شو طلقني؟ لكن يعدلوا اربع خمس اشهر زياده بالفرشه احسن. لا يطلق ولا يخانق، الرجال ما عمل شيء. لكن بدك يعني استنى لحتى يعمل غطى على قلبي. غمي يلا شيلوه على المستشفى لشوف. نشيله نشيله شيلوه خلصوني. منيح لي ما اخذنا النقاله، ساعدني سهري. لسه بده يرجع يقعد بالمستشفى شهر مرت عمي. اخ مبليين برجال بهالعيله، كل واحد احون من الثاني. يعني انا حيوان امي؟ ما حدا قرب صوبك انت. معناته انا قصدي. يعني لا. انت ما صدقتي، انت انكسرت حتى ما عاد اقدر ربيكي. ليش وقت كنت بصحتك وعافيتك الكاملتك كنت مربيني؟ خلص مرت عمي لفيها بقى. ما بدي لفها، بق الدم من عيوننا حتى جمعنا المصريات، عمل العمايل حتى اقنعنا نشتري له طرطيره، اشترينا له بطيخه بدل ما يروح فيها على الشغل لعب بعقلنا كلياتنا واخذنا سيران. انت حالي بشممكم الهوا. شممتنا منيح. هلا انا اول واحد بيعمل حادث يعني؟ ما حلي لك ترجيني انك بتسوق بايد وحده بالطرطيره، الا فوق الجسم سددنا كلياتنا من فوق لتحت. قومي زهره، قومي قبل ما يعلق ضرب البوكس. لا تتركوني لحالي، هلا بتستفرد فيي وبتستقوي علي. لا تخاف عمي ابو طمزي، مرت عمي بتموت بدباديبه، ما تسخفي. قوم وخذ مرتك معك، مو ناقصني ابتلي بحدا الليل. انتي قلبك كبير ام هاني، اصبري علينا شوي، لو يطلع بايدنا ما بنقصر معك ولا نهار. انا ما عدت اقدر اصبر، انا مالي فاتحه جمعيه خيريه، فهمتي ولا لا؟ نحن ما عاوزينه، بس شايفه حالتنا شنو؟ انا شايفتكم، بس انتو كمان شوفوني حاجز اغراض من الدكان. بتعرفوا حالكم ما بتقدروا تدفعوا، مو ضروري تدوا له القشطه والمايونيز. ابوك يا هالزمن اللي صارت ام هاني تحطنا فيه. اتلك اتلك، مين قال لك تحكي؟ لا تحكي لا تاخذيني ام هاني، بلش يخرب. شوفي اختي انا ما عاد اقدر اتحمل اكثر من هيك، راكبين على ظهري وعم تضربوني من نية. لا تحكي ولا كلمة. ام هاني حبيبتي انت، اليوم بديع رح يفكوا للجبسين وبكره ان شاء الله بدور على شغل، وكم يوم من سدد لك حسابك حبيبتي. ام هاني ليشو؟ عن اذنكم. الله معك ام هاني، مع السلامة يا حبيبة قلبي. باي. هذا هو البيت؟ ايه عجبك؟ ايه بجنة. بدي اقول لك شغلي، انا ومعي ثلاثة رح نستأجر، يعني احنا أربعة. أحسن، كل ما كثرتوا أحسن. ايه تفضلي ستي، مشان ما تقولي بالمستقبل غشني. لا لا الله يرضى عليك. وليد بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة وخميسة، خمسة وخميسة. لك يخرب بيتك على هالفوتة، قولي أحم أحم. دستور بركي كان في وضع. يا ليه ست أشهر ما دفع إيجار بيت، ما له حق بالوضع. يلا ضبوا اغراضكم واطلعوا لبرا لشوف. وين نضب اغراضنا خالي ام هاني؟ مو شغلتي، الرجال جاي يستاجر ودافع قدكم بثلاث مرات. ايه اصلا ما بيحق لك تطلعينا لبرا. طيب اتفق ما بطلعها. هلا مدام انت جايبتيني تاجريني ولا قلع الاخ؟ خلص انت زدت لهم اغراضهم برا وعود مطرحهم. يخرب بيتك، شلون رح زدت لهم التخت لبرا وهو نايم فوقه؟ ولا يهمك، هلا بجيب لك مؤازره، استناني هون. معافيين ان شاء الله. يلا يا ابني كملنا الا شوف. ديروا بالكم، ديروا بالكم عليهم، هدول شو حموس وين؟ شو طفي؟ خدمة الشعب زدتونا اغراضنا على الشارع. بيرضيك هيك سيدي؟ ما بيرضيني يا ابونا. الشفي وغادة مثل اولادي واعز، بس القانون قانون وما عم يدفعوا اجر. عمو الرجال هو ومرته ملحوشين بالارض الا لام هاني قنعها تصبر علينا يا سيدي. تيست ما كانت تقتنع، شو اعمل؟ انت بشعري. ادفع عنه انت وبعدين هو بسدك. بسدني؟ ايه انا بسدك سيدي. ايه انا قادر ادفع عن حالي حتى ادفع عنه. سيدي جايبين لنا اربع عزابية مسكين لنا بالبيت
ونحن كلياتنا نسمع. مضبوط سيدي، لا فينا نفوت ولا فينا نطلع، مزلطين نحن قدام الحساب يفهمون عليه. لا لا، هذا الحكي عيب، لا تخلوني ازعل منكم. العزابي مو معناها بلا شرف، اذا اخلوا بالاخلاق الحميده وقتا بنتصرف. ما فينا نمنعهم ونقول لهم لانكم عزابيه ما بصير تسكنوا. عمو انا بدي ضلني هون ملحوش بين الرجلين، بين اللي بيسوى واللي ما بيسوى. لا يا شفيق لا، مو اجري واجرك بالفلقه سوا. نسواني هدول اربعه وين بدي روح فيهم؟ عزابي فايت وعزابي طالع. فوتي لجوا انت وياها، عايزين تتفرجوا على اللي بيسوى واللي ما بيسوى. شفيق ولا يهمك حبيبي، هماتك وراك. ايها الشرطه فوتوه لغرفه بديه. شوف ابو عمي بدك يعذبك عمي. شو علي؟ لا تخافوا، بالنهار بنفوته لغرفة بديع، بالليل منطلعه على أرض الديار بينام هون. أمي وأنا كمان بدي نام برا؟ مؤقتا. إذا شفيق بعزه وجاهه رموه ومرته مثل الكلاب، أنا بكبري شو بده يصير فيني؟ إن شاء الله يا شرطة ويا عمو أبو نجيب بروح قتل وبتتلبكوا وما تعرفوا غريمي مين. بس لا تنطمئز، بدي أنطمئز. علم الاشياء علم الدراسه ومهاره الجريمه للبحث عن اسباب وتحديد طرق علاجها. اصبح علم الاجرام شو هو؟ علم دراسه ظاهره الجريمه للبحث عن اسبابها وتحديد طرق علاجها. فعلم الاجرام يدرس ظاهره الجريمه كحقيقه اجتماعيه قائمه، يدرس حقيقه الخروج البلد على قواعد المجتمع كما يدرس الظروف الاجتماعيه للجريمه. وعلم الاجرام وشو هو علم الاجرام؟ علم دراسه ظاهره الجريمه. بديع قوم طالع لي هالعود لإلا فكوا. اجا دورك يلا. عندك دربك يا ابو اوراق؟ ما حد دور عفيف يجيب دربكته. منين بتقدر عفيف بيسمع كلمتين؟ شو قصة تسمع كلمتي؟ مو قصة تسمع كلمتي، عنده نسوان الأربعة خايف عليهم التاني معهم. اخ اخ اخ، انا لا لعبت بدي ضلني هيك شي بين الرجلين وشي ولا شو اسمه. شو نساوي؟ لا انت صوابك بحوضك، بدك تطول بالك. انا صوابي بحوضي، صوابي قليم انا، كله منك، كله منك. الله لا يعطيك العافيه، اخذتنا بالطريزينة، بدك تشممنا هواء، اكلتنا هواء على الجسم. ايوه ادخل. دربك جاهزي. مش حاطوا لي شفيق لكم لبرا يلا. وقفي، وين رايحة؟ انا رايح معي. لك اه 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 يبعتك. بديع اشحطني انا كمان باكل لبرا. لا لا انت خليك هون، بركي لقيت معركه برا. حوضك مو متحمل صواب تاني لانه صوابك قليل. خلوني انا مع جوزي. قومي لشوف، سبرك سبرك، قومي لشوف، يلا تحركي قدامي. باي حبيبي. باي باي. كله منه، كله منه، اخذنا بالطريزينه بده يشممنا هواء، طعمانا هواء عند الجسم. سمعت انه فحصهم بكره بعد هالحفلة، اللي بيعرف شي رح ينسى. خليهم يسقطوا الله لا يقيمه. لك شو عم تعمل انت؟ عم دوزن امي. ما بدنا ندوزن هلا، بدنا نشاز نحن. طيب شو الغنية بدكم اياها؟ بديع منغرش. منغرش؟ شو بدنا نبسطهم نحن؟ بدنا فرق رار. امي لعيونك فرق رور، فرق رور. من مفرق لازم للصالة مين حاجتي نتذكر هلا. لعيونك شفتك يا جميل على البيتر طالعة، عيونك يا جبلي شمس الساطعة، سألتك يا حلوي ليش مفرعة، قالت
حمير شدتينا حمير لا ترد عليك كملها شو قصتك هات غيرها لشوف لعيوني وراي بديع لك اكتب ورق وارسل لك يلي انطارق شو؟ لا جاب يا اخي اهلين وسهلين اماني
فضلك وجميلك ما رح انسى طول حياتي ما حييت. يعني ما معكم؟ ايه شو عليه؟ بكره ابو نجيب بيحلها. يعني شو بيعمل لنا ابو نجيب؟ ناس ما كثير، ان شاء الله منموت كلياتنا بتتلبك يدفننا عندي وابو نجيب. ان شاء الله. شفتي شلون عم تتغنوج لي؟ تفضلوا. يا ام هاني طولي بالك شوي. اخي انا مالي فاتحه جمعيه خيريه. اخ بس لو ما كنت شرطي. ليش؟ كنت قوصتك بارضك. بس شو بدي ساوي؟ مضطر نفذ القانون لاني شرطي بس. مشو وراي لشوف. اهلين سيدي. اتلقاك وطرفي مطرق يا بورا. بالعربي سيدي. مضطرين. يعني على شو مضطرين بنت عمي؟ بدي احضرنا لبرات البيت واضحه. شو صحيح سيدي؟ اي نعم يا بورا، القانون قانون. يعني وين بدنا نسكن سيدي؟ الشارع؟ ممنوع بالشارع. يا ريت لو مسموح كنت انا سكنت بالشارع وخلصت من هذا الايجار السياحي. لكن وين بدنا نسكن نحن سيدي؟ ما بعرف، ما بعرف يا بوران. شو سيدي؟ طالوا على الاغراض لبرا لشوف. لبرات البيت سيدي، ها مو بارض الديار، بعدين بيستملكوه. سيك سيك خليني يا معك اشوف. شو سيدي ما بدك يا؟ بس لبينما روي خايف تفلت اعصابي واوصى بارضها. يا ريت كنتي معنا بالطرطيره بالسيره، كنت عطبتك مثل ما عطبتهم. اعطونا مما اعطاكم الله. اشكروا بخاطرنا الله يجبر احواطكم. أن التنكان وعلى الله. يبعث لي حمى عليك يا ابو طمزي على القفله، عيون عائلتي مشنشنه تشوفك على هالشوفه. صدق جاري ولا نوم. الله يجبر عنك يا فتى. الله يسلم دياتكم ويعوض عليك. كتر خيرك. الله لا يعطيه العافيه، يخرب بيته شو مكتر. بعدين ما طخها يعني حطها بالطشت زتها من فوق هيك. لك خرس لك شوي ليقفي. من مال الله. صدق جاري ولا نهر مقطوع. عفونا مما اعطاكم الله. مرحبا يا مدام بورا. اهلين. جبت لك زباين بشكل دايم، بتمروا كل يوم الصبح ولا بتتصدوا على كل واحد منهم بليره. انا ما معي سيدي. خلص قعد لك معه شي ساعتين بتطلع خسكارك، العمى شو نقاه؟ يعطيك والعافية. الله يعافي قلبك. الاتكال على الله. ناح يلا. الله يجبر على اللي بيجبر. في بيلتقى. سليرة. أهلين مهاني حبيبتي، صار معنا مصاري منيح تأجرينا بدل الطلاب. ايه بأجركم ليش لا، بس بعقد سياحي. ها وهدول شاهدين علي.